كان قولي لينا كانت يمنا. تفضل. دابا حاليا دابا راجل كان الله كان واقف معايا دابا ما مسكين قال لك حسبي الله ونعم الوكيل. هو السيد اللي متبتالي الجريمه هو غيقدموه غيصيفطوه السجن، ما كاين تا اثار والو. مشكله بينا على حشاك كرم الله وجهك على السطح بيت باغي يبني واحد الكابينه في السطح. ايوا جاب لنا يجرع لي. هو مول الدار؟ اه مول الدار. هما كارين عنده؟ لا ماشي هو مستافد، هو امي رشيده. ياك مستافدين بجوج؟ مستافدين مستافدين البقعه. اه تا هو ساكن، هو ما كيبان هو حدو كيخرج من الدار كيخرج للموطور حدايا هنا كيركب صافي كيمشي للمسيره، من المسيره كيجيبوا الموطور كيطلع للدار. ما عندوش سلسله مع الناس ولا مع الجيران، كيقول صباح الخير السلام عليكم، ما عندوش سلسله. اختي باش غادا شنو وقع ذاك النهار؟ شنو وقع بالضبط؟ ما عمرنا شنا شي خلافات في الزنقه ولا كانت عاود بوي رشيده واحد الخطره والناس كيعاودوا كان جر لها حويجه في السطح جرها شرق عليها حويجه. هي امي رشيده قبل محسن ما كتبغيش تهضر حيت هو اللي بقى عندها ولدها. اه ولدها كتقول بقات عندي عوينه وحده ما نصيبطوش حتى هو حيت ولادها. آه ما نقولش لك انا خايبين ولا من دوك الدراري اللي فيهم النفس فهمتي. مجهدين يقدروا يقتلوه لا شافوا امي رشيده بحال كيتزهطم عليها ولادو يقدر هاد الدري محسن يقدر يضربه يفوت فيه ضربه الخطا. امي رشيده علاش ما كانتش كتبلغ الابن ديالها؟ عندها جوج في الحبس وهاد الدري مسكين مجوج عنده وليد الله تزاد عنده ولي بنيه اخرى عنده ولد وبنت. هو اللي كان شتو نتوما كان كيبكي عليها هذاك مدير مصدوم على حاليا. هو ما عاطيش راس الخيط للامن كيقول لهم في هذه البلاصه كيقول لهم في هذه البلاصه. شنو قال لهم هو في الاول؟ قال لهم انا اللي قتلتها. شنو قال لهم انا قتلتها؟ انا الامن كيقولوا قر بينا على قوت الله اكبر. الامن كيقول بينا هو قر بالجريمه القتل واني هو ما تبتالي حتى حاجه كيجيبوه كيرجعوه كيجيبوه كيرجعوه والامن تكرفص معاه بزاف. شحال دابا تقريبا هي باش الامن ولا بيت هنا ولا بارك هنا في المشروع؟ شحال دابا تقريبا باش غبرات السيد؟ امي رشيده من اختفات اختفى هو اختفت هي واختفى هو شي شهر. شهر تقريبا؟ اه شي شهر بحال هكا. باقيين دابا كيقلبوا على باقيين دابا الناس باقيين دابا كلشي عائلته كلشي باقيين كيقلبوا ما تصبريش لبناتها. حنا انا براسي كجارتي كأم ديالي ما بقيتش كناكل ما بقيتش كنشرب. ما كانت هي اللي كتصبرني فهمتي، كانت هي كتصبرني بزاف د الحوايج. كون ما كانتش كتصبرني كون انا المرحوم اصلا تفارقت معاه. كانت كتصبرني وكتقول لي صبري على قبل بنياتك وبزاف د الحوايج. بقات هي بزاف ما غاتسناش حتى واحد غيقول لي بكي ولا هذيك المراه الله اللي كيعلم من الداخل ديالي من جيتها فهمتي. كانت تخيله دابا حاليا كدوز كتكون غادا للحانوت وكتمرجع عندي وكتقول لي كي دايره فاطمه بنتي كتعنق لي كتواسيني بزاف بزاف كتواسيني ديك المراه طيبه حسبي الله ونعم الوكيل. وهو واش كتعرفوا عليه؟ هو راجل مزيان خايب. هو راجل خايب هو ما بغى هو اصلا ما بغى حتى حد يجيبوا معاه في الاستفاده. هو هي الوحيده اللي قبلت عليه وجابته وهو ادى لها الواجب. ادى لها الواجب وكنطلب من الله ومن سيدنا الله ينصرو ثاني رابع دياع كنديرو لا شاف فيا يشوف من حاله دوك الوليدات رفق فيهم. بغيتهم يخرجوا باش يواسيو الاخ ديالهم في موقف خايب بزاف. بزاف الناس اللي ما عارفينش شنو هي التفاصيل ديال هذه الجريمه وانت كنتي قريبه لهذه السيده وعارفه شنو تقدري. ما اللي هي ما كتهضر نهار بغات تبني هذا البيت بناته مسكينه بغات دير ليه طواليط بغات تكري على قبل ولادها باش تعاون به على القفه. هذا الشيء اللي عارفين حنا الاسرار ديال امي رشيده حيت كتسر معايا كلشي. الناس عارفين امي رشيده هذاك البيت وهذاك الطواليط بغات تبنيها على قبل وليداتها باش تعاونهم في القفه حيت هي خدامه عند الناس. دابا هو واش استدرجها ولا ضارب معاها ولا صافي؟ هادشي اللي عرفنا هادشي اللي عرفنا ما صافي من تم اخر مره من تقاطعت الرجل مراشيده صافي تناقشت معاه
شافوها الناس ما تناقشت معاها صافي تقطعت رجل ام رشيده. ما يعلموا الغيبة إلا الله، ما نقول لك ضربها قتلها العلم الله، ما نقدروش تهو نحكموا عليه. فهمتي؟ ماشي حد دابا عندهم باقي لحد الآن ما تلقاش. باقي لحد الآن ما تلقات، العلم الله، أنا براسي كنكون باركة مع راسي، كنقول عندك يكون هذا الشيء، تكون ام رشيده جاها زهايمار. حيت ما لقاوش شي دليل في الدار ديال الإنسانة مقتولة. فهمتي؟ حتى الروح عزيزة عبد الله، ضروري غيبقى شي دليل. وهذا الشيء اللي غنقول لك أختي، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يبين الحق، شي اللي غنطلب من الله، الله يبين الحق، الله يبين الحق، الله يبين الحق، الله يبين الحق لبلياتها ووليداتها.